الأحباب، مرة أخرى مع جهاز آخر من نوع سامسونج الموديل LE 32B550A5W. عطل هذا الجهاز هو أنه يومض الشاشة، تشتغل حوالي ثانية أو ثانيتين فقط، لنقل ثانيتان ثم تختفي الإضاءة. مكونة في الجهاز من الداخل، هذا الاي بي باور مندمج باور وانفرتر في نفس الوقت، هذا الباور هذه الانفرتر، ثم هذه الماين. عند توصيل التيار الكهربائي ايها الاحباب، تسمع رنة موسيقى الاقلاع، ولكن هنا ترى الإضاءة تومد حوالي، تشتغل حوالي ثانية أو ثانيتين. سوف نلاحظ، لاحظ معي في نص التيار، استمع جيدا إلى الصوت ولاحظ هنا. الصوت منتظر الإضاءة. نحاول مرة أخرى، نعم هذه الإضاءة ظهرت واختفت، رأيتم؟ نكرر المحاولة مرة أخرى، الإضاءة نعم حوالي ثانية، تسمع الصوت؟ إذن فهذا عطل غالبا يكون من أحد المكونات، يا إما عطل بالانفرتر أو باللمبات سي سي اف ال. فأول عملية نقوم بها هي قياس مكونات الانفرتر. إذا أيها الأحباب، فنتوكل على الله في هذه البوردة وقياس المكونات الأساسية للانفرتر، بحكم أن الإضاءة تظهر ثم تختفي خلال ثواني معدودة عند الإقلاع. أتمنى أنتم تعرفون جيدا أن هذا مثل هذه الأعطال يكون المشكل يا إما في الأنفرتر أو في اللمبات سي سي اف ال الموجودة داخل البانل. إذا عوض أن نذهب إلى البانل لاختبار اللمبات، نسبق أولا، نقوم أولا ب باختبار الانفرتر الموجودة، يعني نمر الى الطريق السهل عوض ان نتعب نفسنا في فتح البانال، نذهب الى الطريق السهل. اذا ها قد قمنا بفك البطاء، فلنتابع. اذا كما تلاحظون، هذه هي الكونيكتورات المتصلة باللمبات المتواجدة، كونيكتورات اللمبات المتواجدة هنا وهنا على تحت هذا البلاستيك، وهذه هي الكونيكتورات. إذا هنا يوجد مثلا هنا الأرجل المتصلة بهذه الأرجل، هذه الأرجل خاصة بهذا التشوبر إلى آخره. إذا فهذا التشوبر تابع لدائرة الإنفرتر، وهذا التشوبر تابع لدائرة الإنفرتر. وبالتالي عندما نمر الى هذه ارجل سكوندير، اذا فارجل البريمير متصله مباشره مع ماذا، متصله مع هذا الشوبر. نعم متصل مع هذا الشوبر، وهذا الشوبر متصل بهذه الترانزستورات الموجودة به كما ترون، الخط الفاصل ما بين البريميري والسكونداري. إذا هذا الشوبر هو الذي يغذي الشوبرات للسي سي اف ال.
من طبيعة الحال هذا كله يشتغل بأمر من إيسي الانفرتر الرئيسي. هذا هو إيسي الانفرتر الرئيسي. من المؤسسات التي تشغل الانفرتر هي هذه، وهذا التشوبر، ثم التشوبرات خاصة بالانفرتر. هذا إذا فأول قياس نقوم به، أول قياس نقوم به قياس مثلا هذه المكتفات بين العين المجردة، نرى نقوم بإطلالها بالعين المجردة. هذه المكتفات زرقاء سيراميك، يعني كما ترون هذه في حالة جيدة. ربما إذا وجدت إحدى المكتفات زرقاء بلون مختلف شبه رمادي فهذا يدل على أنها غير شغالة. إذا فهذه المكتفات تبدو بحالة جيدة. لنمر إلى اختبار هذه التشوبرات. هذا بريمير، هذا تشوبر عنده اطراف متوازيه تسمى البريمير، وعنده ملفات سكوندير. اذا الملفات الارجل المتصله بكونيكتورات اللمبات فهي تسمى بالملفات الثانويه. اذا فهذا التشوبر يحتوي على اثنان، يحتوي على ملف بريمير واحد واثنان ملف سكوندير واحد. اخي الكريم هذه رجل وهذه رجل وهذه رجل وهذه رجل. اذا هذه ملف وهذا ملف وهذا البريمير، وكذلك هنا هذا ملف، جوج الأرجل ملف، جوج الأرجل ملف، وهذا البريمير. نقوم بقياس هذه التشوبرات ونرى ونتابع. مثلا عندنا في البريمير يكون الملف يكون ذات ذو مقاومة ضعيفة. الثانوي، نمر إلى الثانوي. مثلا عندنا هنايا 956، 956 946. هناك اختلاف في 10 أوم، وهنا 1354. إذن هناك فرق كبير في الملفات الثانوي. عجبا. عندي نفس البورد عطلان من هذه المصفيتات، لاحظ أثار. سوف أقوم بقياس التشوبرات الاثنان والمقارنة. إذن هذه ملفات البريمير، ثم نمر إلى ملفات السكوندير 952، 949، 955، 953.
إذن فهذا التشوبر به ملف بريمير صالح وملفات سكوندار الأولى صالحة والثانية صالحة، حيث كل تشوبر عنده ثلاث ملفات، لفات البريمير هذا الدخل وهذا الخارج، ثم اللفة في السكوندار اللفة الأولى وهذه اللفة الثانية. إذا وجدنا اختلاف بين هذا البوردين فيما يخص هذا الملف، فيما يخص هذا التشوبر، فيما يخص هذا التشوبر. إذا سوف نقوم بتغيير هذا التشوبر من هذه البوردة ونتابع ونجرب. نقوم بخلع هذا الشوبر كما قلنا. لاحظ اخي الكريم هذه لفات البريمير ولدينا لفتان، اللفة الاولى واللفة الثانية، وجدنا اختلاف بين اللفتين. يعني نقوم بالقياس على الشوبر وحده حتى نكون متأكدين من مما نفعل. إذن هذه لفة البريمير كما تلاحظون، ولفة السكوندار 1356 و 950 49. إذن هذه اللفة ارتفعت مقاومتها، وبالتالي فإنها ربما بالداخل تكون غير شغالة. إذا نقوم بإطلالة على هذه اللفة. كما تلاحظ أخي الكريم هذه لفة البريمير وهذه لفة سكوندار الصالحة وهذه لفة سكوندار الفاسدة. إذا نقوم بتغيير هذا الشوبر من البوردة التي رأيتم ونتابع. لقد فصلنا التشوبر من البوردة ثم نقوم بتركيبه هنا. قبل ذلك نقوم بالقياس حتى تتأكدوا من ذلك. إذا هذه لفة البريمير واحد، هذه لفة السكوندار 955، اللفة الثانية 954. إذا هذا التشوبر هو جيد. لنقوم بالتركيب ونتابع.
إذا نتنجوك على الله في التوصيل التيار الكهربائي، نسير هذه أولا ثم نسير التيار الكهربائي على راه من المستجدات. بسم الله، كما ترون كتبت توصيل التيار الكهربائي. لاحظ أخي الكريم، لقد اشتغلت، لقد استمرت في الاشتغال. سمع رنة الإقلاع، لقد استمرت. ينار الشاشة، نعم أقلعت والحمد لله. ألف ألف مبروك لنا جميعا الإصلاح. ما توفيقي إلا بالله، و أتمنى أن أكون قد استوفيت الشرح في هذا العطل الجديد. وإلى لقاء آخر إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أخوكم ضعيف خلوق من المغرب.